السلام عليكم، صلوا على رسول الله. وراح نبدا مع الخبر الاول اللي هو انه ماب الارض المحروقه من المفترض تنزل في 1 ابريل، وضعوا خط تحت من المفترض. الخبر الثاني هو انه ارك اسندد راح تنزل على الاكس بوكس جيم باس في 1 ابريل حتى هي. الخبر الثالث هو انه هذه السكينات الرهيبه اللي بتشوفوها في الفيديو راح تنزل قريبا ان شاء الله. الخبر الرابع والاخير هو انه كل الاشياء اللي بتشوفوها في الصوره راح تنزل في ماب الارض المحروقه وماب ابيريشن وماب اكستنكشن. الاشياء اللي بتشوفوها في الوسط مثل القطار ولبسه كوبو خاصه بالارض المحروقه، على اليسار عندنا ابيريشن وعلى اليمين عندنا الاشياء اللي راح تنزل مع ماب اكستنكشن، بس ما راح يكونوا مجانيين، راح يكونوا مدفوعين، فلازم تدفعوا لو تبغوهم.